أدوات صحفية لوزير الفلاحة. Au fait, c'est pas une réorganisation. Au fait, on est en train de mettre en œuvre les dispositions de la loi, qui régit la profession. L'organisation des chambres de wilaya, donc l'agriculture, comme la Chambre nationale d'agriculture, sont régies par des textes législatifs et réglementaires. Aujourd'hui, on consacre la mise en œuvre. On tient aujourd'hui une assemblée générale de la Chambre nationale qui est composée des présidents de toutes les chambres. Tant mieux que pratiquement toutes les chambres sont installées et ils travaillent peu ou prou, mais ils travaillent et sont sur le terrain. Quant maintenant au conseil, donc à l'organisation de la profession, c'est vrai qu'on a fait un travail, on va dire, énorme depuis le début de l'année. Et il s'agit donc de la réorganisation effectivement des conseils interprofessionnels au niveau des wilayettes. On a pu encadrer l'élection de 462 conseils qui concernent toutes les filières et dont les wilayas. Pratiquement 17 filières maintenant sont organisées au niveau des wilayettes. On a des conseils interprofessionnels dans toutes les wilayettes et aujourd'hui on est en passe de terminer la mise en place des conseils nationaux interprofessionnels des filières. On en est maintenant, je pense, à 8 ou à une dizaine et on compte les terminer d'ici la fin de ce mois. L'organisation de la profession, ça rapporte beaucoup au secteur parce que l'agriculture, quand elle est prise en charge par les professionnels, par les agriculteurs, par les éleveurs, par les arboriculteurs, par les agrimiculteurs, par tous ceux qui sont dans les filières, elle ne se portera que mieux. Voilà un petit peu, on est dans la mise en œuvre de la loi et c'est à la satisfaction de ces mêmes professionnels qui maintenant vont se prendre en charge et tant mieux pour le secteur. فقط معالي الوزير نعرفوا انه بعد حج هذيك الكميه اللحوم تمنح رخص استيراد، هل راح تقدموا رخص استيراد للناس واحد اخرين او كيف ستتعاملون مع هذا؟ احنا في كل الحالات يحكمنا القانون، كل شيء يخضع الى اجراءات قانونيه. متى امور ما كانتش موافقه للقانون المعمول به والقانون الذي يحكمنا ما ناخذوش بها بطبيعه الحال. يعني تكون رخص جديده ربما. اش قلتي؟ معالي الوزير بالنسبه للفلاحي ولايه تبسه وحتى يعني تاع بومرداس شفنا انه يعني كانت في خسائر بالنسبه للفلاحين، ما هي الاجراءات المتخذه ربما؟ كانت لنا فرصه اننا تكلمنا فيما يخص الخسائر اللي في بعض الاحيان تلحق بالفلاحين. انا من الناس اللي احبذ الاطار الشفاف والعمل التعامل مع القانون بصفه عامه. الفلاحين يجب ان يؤمنوا انفسهم. في كثير من الأحيان عندما الفلاح يكون مؤمن مهما كانت المخاطر ستأخذها بعين الاعتبار، تتكفل بها صناديق التأمين، وخاصة وإحنا في قطاع الفلاحة عندنا الصندوق الوطني للتعدد الفلاحي من جهة. من جهة ثانية إلى غاية اليوم رانا نتبعوا في المستوى المحلي في حجم الخسائر، ما هيش بالكثرة اللي يمكن أن نجعل منها يعني شيئا كبيرا. معالي الوزير فيما يخص الحمى القلاعية، اكتشفنا أن ظهرت بعض حالات الحمى القلاعية في بعض الولايات ونحن الآن على عشية يعني عيد الأضحى المبارك، ما هي الإجراءات المتخذة؟ هي احنا ناخذ الإجراءات مرة أخرى، الإجراءات القانونية، فيه قانون وفيه قرار وزاري مشترك. متى ظهرت هذه الحمى يعني الماي ناخذوه بعين الاعتبار نطبقوه. خذينا كل الإجراءات على مستوى الولايات. أولا يجب القول أن هذه الحمى مست يعني شيء قليل جدا جدا جدا، ما نجعلوش منها ظاهرة وطنية. عدد الحيوانات التي مست مصابة إلى غاية اليوم ما تجاوز 40 حالة، عندنا 2 ملايين يعني رأس. رانا أخذين كل الاحتياطات على المستوى الوطني. في اولا وقفنا الاستيراد لهذا، ثانيا منعنا تنقل الحيوانات هذه، فيه انتشار لكل البياطرة على المستوى الوطني لمراقبة هذه الحيوانات، ونتابع عن كثب مجريات الحدث يعني على المستوى الوطني. أريد أن أقول أن الحدث ماهوش بالأهمية اللي ربما البعض يراها أو يريد أن يراها. ما تجوزتش 40 حالة وما تجوزتش هذه 40 حالة في 3 ولايات. نعمل على احتواء
هذه الامور ورانا نعالجوا فيها بكل يعني بكل مسؤوليه. ولضمان عدم تعرف المحول بسبب درجات الحراره ستكون مرتفعه شهر اوت، ما هي الاجراءات التحسيسيه؟ هي في الحقيقه نقوم باجراءات تحسيسيه، اما اننا نقول نتحمل المسؤوليه اليوم ونقولوا اننا سنمنع لا نعرف هذه الوضعيه في مستحيل اننا ما نقدرش اون بي با سونجاجي مانتلو يدير فوالا في ما توليش هذيك. ناخذ كل الاجراءات على ضوء يعني ما جرى في العيد السابق، نحاول نحسس المربين خاصة المربين، نحاولوا نحسوا على المستوى الأسواق التي تنظم بمناسبة العيد، نحاولوا نضعوا البياطرة في متناول المربين والبائعين في هذه المناسبة، نحاولوا نراقبوا كذلك نوعية الغذاء اللي بعض المربين يعطوه للحيوانات، ولكن ما نقدروش نتنبؤوا ونقولوا ان في العيد القادم ما نقدروش نعرفوا هذا الحال. هذا بصفه عامه. سيد الوزير، بالنسبه للاضاحي، هل هناك اضاحي توقعات الاسعار، وهل ستكون مثلا عمليه استيراد باش ما كانش احنا نظن فيما يخص الاضاحي، عندنا احنا ما جرتش العاده اننا نستورد هذا النوع بمناسبه عيد الاضحى. الاضاحي راهي تكون بكميه يعني 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 في متناول المواطنين بالكميه أو بالعدد الكافي من الجهة، أما الأسعار سيحكمها السوق، نتمنى أنها تكون في متناول المواطنين. حتكون الأسواق من طرف وزارة الفلاحة؟ في الحقيقة الأسواق ماهيش من طرف وزارة الفلاحة، احنايا في علاقتنا مع السيدات والسادة الولاة طلبنا باش ينظموا أسواق في مختلف بلدية في مختلف الولايات حسب حجم المدن في كثير من بلديات الولايات الوطن. مصالح وزارة الفلاحة ستكون في تأطير هذه العملية عبر المراقبة البيطرية بوضع تحت تصرف هذه الأسواق البياطرة بالعدد الكافي ما يجعلهم يراقبون صحة الحيوانات هذه. شكرا لكم. كانت هذه إذن على هامش الندوة الصحفية التي عقدها عبد القادر أبو عزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.